السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا شويه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا معكم ومرحبا بكم معايا، مرحبا بكم في قناه اختكم بنا، في قناتها صحتي في جمالي. المهم البنات، ديما معودكم البنا، ديما الجديد والجديد. لهاد النهار ان شاء الله يا ربي جبنا لكم واحد المفاجاه اللي هي زوينه 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 بزاف، دي بروموسيون اللي زوينين بزاف. المفاجاه كالتالي: جلي البنات فاسيات، ونعطيكم العنوان فين جايين، ونعطيكم البلاصه فين جايه، وبالتدقيق ان شاء الله يا ربي، وحتى المدن اللي فيهم ماشي غير فاس. دونك انا نعطيكم برا فاس وفين جاي بالضبط، وهانتوما معايا، خليكم معايا. بالنسبه للناس اللي مهتمين وباش فين جاي بالضبط ديال فاس، جاي في شارع الوفاء طريق صفرو مقابل صيدليه الوفاء جلبة الفاسيه. انا نعطيكم تنعيت برا باش تعرفوا شنو جاي كاين. قلت لكم البنات، هانتوما كتلقاي رون بوان ديال طريق صفرو، كتجي معها نيشان 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 نيشان، كتلقاي صيدلية الوفاء، كتقطعي أنفاس معاها، أنفاس معاها كتلقاي الجلبة الفاسية اللي معروفة بلي صولد. ها انتوما البنات، بالنسبة لي صولد اللي فيها أباغتيغ من 100 تال 250، جلبة اللي برد شي حاجة غزالة طوب فنة. ديما لوبلا كتجيب لكم الجديد وجديد لها بالنهار، شي حاجة زوينة بالضبط. كما قلت لكم البنات، ها انتوما ملي كتجيو نيشان طريق صفرو، كاين شي فارماسي طريق صفرو، ونفس معها كاين المحل ديال الجلبة الفاسية اللي معروف وما عندوش، وغني على التعريف، ما عندوش غير هنا فاس، عنده فاس في قنيطرة في كازا ياك رباط، عنده فاس في قنيطرة ورباط وكازا. انا نعطيكم لي ديتاي ديالهم فين جايين بالضبط. ندخلوا دابا نشوفوا شنو كاين لداخل، ونلبسوا لي موديل ان شاء الله. ها انتما البنات، بالنسبة للجليبات اللي كاين هنايا بحال دابا هادي، ودابا ندخلوا ان شاء الله للداخل. كتجي الدخله بحال هكا البنات، صراحه المحل شيك بزاف وزوين، وكتلقاي اي حاجه بغيتيها. بالنسبه للبنات اللي قدكم لي فولاغ، ها انتما كتلقاو لي فولاغ، خدي الفولاغ وخدي الجلاب وسيري فلاتور كياك. المهم انا نعطيكم غير واحد الجوله صغيره، تعطيو كل حاجه لبسوا لها ديالها. وبالنسبه للحجر داكشي مزيان، غنعطيكم ديتاي صراحه البنات يكونوا هانيين. جميع لي كولور عندهم صراحه البنات، وتا الكاليتي زوينه بزاف. كما قلت لكم البنات، بالنسبه للفروع اللي عندهم غنيين على التعريف، ماشي غير فاس. فاس كما قلت لكم، نعاود لكم فين جايين بالضبط باش تكونوا عارفين شنو فين جايين. جايين في شارع الوفاء طريق صفرو مقابل نيشان أنفاس، كتجي كتلقاي فارماسي الوفاء، أنفاس معها كاينه جلبه فاسيه. اما في قنيطره كاين في محمد، في شارع محمد الخامس مركز تجاري، شنو قلتي قرب سويتي سنتر. المهم انت سيتي سوينتر، كاينين حدا فاضل مشوات حسان ومكتبه الفجر. ها انتما البنات تلقاو مكتبه الفجر شارع محمد الخامس معروف في قنيطره، كلشي كيعرفو. كاينه مشوات حسان، كاين واحد المشوات، واحد هذا كما قلت لكم البنات، كاين فاس، نعاود لكم كاينه فاس شارع الوفاء طريق صفرو، كاينه غون بوان كتمشي معها نيشان، كتلقاي فارماسي اللي هي فارماسي الوفاء، أنفاس معها كاينه جلبة الفاسية معروبة معروبة معروفة جلبة الفاسية. وكاين ماشي غير فاس، معروفين تبارك الله، كاينين في كازا درب عمر شنو هي؟ ستراسبورغ، ستراسبورغ درب عمر ستراسبورغ رقم 8، رقم 8 قربة بمسيئي. وكاينه عندهم في قنيطرة شارع محمد الخامس المركز التجاري، كاينه أنفاس معها تلقاي كاين هذاك سيتي سوينتر، كتلقاي حداهم قلب اها. دونك شوف البنات باش تكونوا عارفين، الناس ديال ديال قنيطره غتلقاوه لداخل في المركز التجاري، هذا الشارع ديال سيتي سانت هو الاول، هو الاول قربه مشوات حسان. وكاينه في قلنا كازا، كاين في الرباط، في الرباط كاينه في الرباط في حي عمر السلاوي القبيبات، عمر السلاوي القبيبات رقم 7، رقم 7 حي قربه الدارات اوبتيكالا، اوبتيكالا حي العكارين، حي العكارين. حنا البنات شوفوا في الرباط حي العكارين،
هاد القهوة موجودين تما كيناتي، حتى هي معروفة بجلبة الفاسية. جلبة فاسية، كلشي جلبة فاسية. هانتوما شوفوا باش ما تلفلكمش، كازا، قنيطرة، رباط، فاس، هاد القهوة جلبة الفاسية. معروفين، أنا نخلي لكم كلشي في صندوق الوصف، ونخلي لكم تاني من غير التليفون باش تواصلوا معاهم اللي في كازا واللي في مكناس، إن شاء الله فين تلقاكم في مكناس. إن شاء الله في مكناس كاينة إن شاء الله. إن شاء الله. كما قلت لكم إن شاء الله وفايلنا عليهم في مكناس، يديرونا في مكناس. إن شاء الله. كما قلت لكم ان شاء الله يا ربي كاينين مفاجآت اخرى ان شاء الله بالنسبه للجلبه الفاسيه في مدن اخرى كمكناس كوجده طنجه الى اخره. المهم القائمه طويله ان شاء الله، وفيما تكون شي جديد ديالهم نخليه لكم ضروري ان شاء الله يا ربي باش تواصلوا معهم. وكما قلت لكم باش ما ننساش نخلي لكم صندوق الوصف فيه لي نيميرو ديال التليفون باش تواصلوا معهم. بالنسبه للليفريزون كديروا ليفريزون، ليفريزون مرحبا بكم، ليفريزون بارتو ادوميسين حتى الباب داركم. قيس الجلابه راح تخلصينا ان شاء الله يا ربي، ونخليكم مع لي موديل اللي كاينين كاملين، وان شاء الله تشوش بعيد خليكم معنا. دابا البنات نبداو مع الموديل الاولى ديالنا ان شاء الله يا ربي، اللي لابسها غزاله بزاف، هذه ديال الدان صراحه زوينه، غنشوفوا لي ديطاي ديالها ان شاء الله ملي توصل عندنا المكان ديالنا. مرحبا. وكيجيو البنات حتى مع تيجيو حتى مع لي بوط، ماشي بالضروري تلبسي معها الطالو ولا لي بوط، كيجي حتى هو سبور. هانتوما كتجي قصيره ما كتجيش طويله بزاف، وليدي الكميمات ديالها تا كيجيو قصارين، كيجيو 3 كار باش ما كتشد تما الخدمه، كتجي صراحه زوينه. فيها جميع لي طاي هادي ان شاء الله. غد نوريكم البنات هاد الشويشه اللي دايرينها هنايا صراحه كتجي زوينه بزاف. وعلى دي فكره بالنسبه للحجر هذا راه ماشي بلاستيك، هذا جاج اللي واخا ديريه في الماكينه التصبيغ ما تخافيش عليه صراحه. وبالنسبه هذا توب فودان كاليتي الاولى، وبالنسبه للتنبات تنبات باليد ماشي بالماكينه، والحجيرات فيه التوبي ديال الدجاج ماشي البلاستيك، كتجي صراحه زوينه البنات. نوريكم لي طاي اللي فيها كامله، وهاد الكولو غالبات كيجي معاه كاملين مع السميمرين مع المفتوحين. وبالنسبه للكميمات كيجي زوينين البنات هانتوما صراحه. هادي فيها لي طاي كاملين من الكبيره من الصغيره حتى الكبيره، من الاس حتى الاكس ال. هذه بالنسبه خدمناها بهاد لي توبيك هادو ديال الدجاج، ودرناهم في الكحل، ودرنا الشال معاهم في الفوليط في الكحل، باش كتجي صراحه اسورتي مع لي بوط. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا كتجيو مزوينين والبري ريزونابل. يلا نساليو مع هادي نشوفوا حاجه واحده اخرى ان شاء الله. وهاد البنات الماركه ديالنا الثانيه في كولور واحده اخرى وفي موديل واحده اخرى صراحه زوينه بزاف بزاف. تيبات كتجي قصيره وكتجي حتى في اليدين 3 كار، وكتجي مع لي بوط. دونك بالنسبه للخدمه اللي بغي يخدم بها كتجي غزاله بزاف بزاف، وكيلبسوا لي طاي كاملين تقريبا من الاس حتى دبل اكس ال. نوريكم لي طاي اللي فيها البنات، جاي فيها هنايا هاد الشويشه هادي اللي مصوبه بالحجر ماشي بلاستيك، الحجر هذا اللي فريمون زوين ما كيتقشاش واخا ديه في الماكينه. هانتوما وفيها حتى هنايا حتى في الطويق لي توبيك صراحه فنين البنات، وخدمه ديال اليد وخديه في الماكينه ما تخافيش عليها، فريمون شي حاجه زوينه الا قلبتها لكم من الداخل مصوبه باليد ماشي بالماكينه اللي تخافي عليها. وبالنسبه لهذه اللي ميت فيها، فيها هاد الطريزات هادو في اليد اللي فريمون جايين فنين البنات، نوريهم كنزه هكا ديال هكا فريمون جايين فنين البنات، شي حاجه غزاله 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 غزاله. وهاد الكولو هذا البنات تلبس مع البيبدين مع السميمرين كيجي زويون. هاد البنات ما فيهاش في الشوشه في القب، فيها غير في الكتيفات كيجيو زوينين.
شو البنت كيفاش كتجي قصيره؟ كتجي قصيره تلبسيها مع لي بوط في الطالون، لي بوط هكا لي بلان، ماشي مشكل. كتجي عمليه بالنسبه للخدمه. وكما قلت لكم باش ما ننساش اللي بالنسبه للاثمنه ريزونابل، ليفريزون ا دوميسيل حتى لباب داركم، الصراحه كتجي غزاله بزاف. وفيها جميع لي طاي من الاس حتى للدوبل اكس ال، ولي كولور كاملين اللي بغيتي البنات كيف لي كولور. دونك نشوفوا موديل اخر ان شاء الله. وهذا البنات الموديل الثاني ديال الصوفا، فريمون زوينه البنات، كيجي تواجب لي وكتجي قصيره وكتجي فنه البنات، كتجي مع الطوالات ومع القصارات مع الموديل ديالنا تبارك الله غزاله. شوفوا البنات الزيت يجي مع الصفر مزيون. نعطيكم لي ديتاي ديالها اللي فيها. هانتوما البنات شوفوا، انا قلت لكم شوفوا جي فيها هنايا البنات، جايه مصوبه اي بخفيفه غير بالقيطان والرنده في الوسيط وخلاص. والحجيرات ديما كيمولفه جلب الفاسيه، كدينا الحجر ديال العقيق ديال الدجاج، فريمون شحال زوينه. واخا دي في مكان ما تقشرلكش تخافيش عليه، كتجي هكا مزيونه. شفتي كي كتجي البنات كتجي فنه، وبالنسبه للناس اللي كيخدموا كتجي زوينه، ما كتعذبش. مع الشويجه تجي فيها في الجنب جايه خفيفه، جايه عمليه، جايه زوينه. وكتجي في الكميمات هانتوما البنات، كتجي واخا واسعه كتجي زوينه. الموديل ديالنا مسكينه مساعده، انا كيما قلنا لك كدير صراحه. كما قلت لكم البنات بالنسبه للثوب ديال الصوفا زوين بزاف بزاف بزاف، سخيخين في هذا البرد، وكتجي اهم ليا. وفيها حتى هي من الاس حتى الاكس ال، وكتجي مع لي بوط. خلاص كان استتو على لي بوط لان كلشي كيكون خدام كيخصو يلبس غير لي بوط حاجه خطلا. يلا نخليكم مع الماركه الثانيه الموديل الثاني. هاد البنات الموديل جو بونس نقولو تاني في الصوفا، فريمون زوين 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 بزاف، كيجي رومي فن كيحمق. تا هي كتجي مخزنيه كتلبس مع لي بوط، كنانسيستكم على لي بوط لان كلشي كيخدم كيبغي يلبس البلان. وهاد البنات بغيت نقول لكم بالنسبه لي مانكا اختاريت تكون وحده ضعيفه وحده تبارك الله مع امراه باش نوريكم اللي تلبسوا الرقيقه راه كاين حتى بالنسبه للغليظه، ما نخافوش. جلب الفاسية ديما كتفكر لكم وديما معكم. شفتوا البنات هانتوما هاد التويميين جايه زوينه. وهاد البنات بغيت نقول لكم بالنسبه للخدمه، ممكن تزيد عند امل بالنسبه للخدمه هانتوما شوفوا جايه، خليك حدايا جايه فيها الحجر حتى هي في الوسط، وجايه غير فيها غير واحد في الجنيب واحد القيطان خفيف، وجايه في الجنيبات فيها الحجر اللي هو من الدجاج. واخا ديري في الماكينه ما تخافيش عليه، فريمون كتجي فنه البنات، فنه فنه فنه. نشوف نوريها لكم كامله باش تشوفوا كيفاش كتجي. شفتوا تا هي من الصوفا صراحه كتجي زوينه البنات بزاف بزاف بزاف. وانا جيت لكم بهذا الموديل هذا فريمون زوين البنات بزاف بزاف، عجبني هذا. واخا جاي مخزاني بحكم انا قصيره، معروف هذاك معروف اني انا قصيره، بالنسبه لي المخزاني ما بقاوش كيلبسوا غير القصارات، كيلبسوا حتى الطوالات، كيلبسوا حتى القصارات. انا لابساه فريمون زوين، الصوفا ديالها غزاله، جايه من هنايا مجموعه ما جاتش مخزانيه بزاف. دونك تخدمي بها تمشي بها هكا شي حاجه خفيفه عندك، فريمون كتجي زوينه وكتجي انيق. فيها من هنايا هاد الحجرات هاد البنات كيجيو فنين فنين فنين. انا عجبوني هاد الحجرات هادو لان عطيو واحد التوبيك واحد كولور فيهم فن، عطيو واحد البريو غزال في البلو
صراحة كتجي زوينة، أنا بصراحة ارتحت فيها وعجبتني، بحكم أنا راه مثلا لبش مخزاني قصيرة، مي لبستها عجبتني. يخلي لي الموديل لوبنا. أنا مش الموديل أخوتي. أقصر موديل، أقصر موديل عندنا. دي نقطة زوينة، ديما كنشوفوا لي مواركة ديما طوالين. كنقولوا كتعجبنا لي كيعجبني الموديل مثلا في الجلبات، كنقولوا كيجيو أي جملة قصيرين حنايا. لا جاتك لا كولور زوينه. كنتعلم من كنزة. وهاد البنات الموديل الثالث ولا الرابع جو بونس، وهاد البنات موديل اخر تا هو الصوفة، مي هي صوفة خفيفة. وهذا البنات موديل آخر تا هو ديال الصوفة، هي صوفة جاية خفيفة وجاية كاليتي فنة البنات، تا هما فيهم الحجر توبيكل ديال الدجاج فريمون شحال زوينة بزاف بزاف، وجاية مخزنية مخزنية مجموعة، تقدري تمشي بها الخدمة، تقدري هادي بصراحة البنات تعرضيتها بها، كانت شي عريضة خفيفة تجيك زوينة بزاف بزاف بزاف. سمحونا على الصداع، ما عندنا ما نديرو. غيمو البنات فنة 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 فنة، شوفوا داك الشويشات اللي فيهم البنات، انا نقرب ليكم شوفوا الشويشات اللي فيها غيمو زوينه بزاف. شوفوا هاد الكولور ديال هاد الشويشات، هادو جايين فنين، لي ديتاي ديالهم غزالين. هادو ديال الدجاج ماشي ديال البلاستيك كما كنقول لكم، واخا ديالهم في الماكينه ما تخافيش، والصوفه ديالها فنه خفيفه وزوينه في نفس الوقت، وجايه غير نستوق ما جايش هابطه، ونستوق جايته هو في هاد الحقيقات، هادو مخدومين باليد ماشي بالماكينه، دونك ما تخافيش، ما تخدي في الماكينه ما يطيروش، ومخزانيه ديالها زوينه بزاف، وتلبسيها حتى مع لي بوط كما كنقول لكم. بالنسبه للخدمه تخرجي بها تدي لها غير واحد الفولار من الفوق وشي طالو، هانتيا سيري تعرضي بها. شفتو البنات لي ديطا ديالها فنة فنة فنة. هانتوما فريمون جاية غزالة. وهاد البنات فريمون تا هي موديل واعر، كتجي قصيرة بزاف وما كتجيش مخزنية بزاف، كتجي بحال نورمال. صح الضوء ما عطاهاش الكاليتي ديالها كيفاش غادا فنة. هادي راها زيت هي البنات، ماشي هاد البنات هادا فيها الطريزات هادو. انا نشوفو شتو البنات هانتوما، البنات هادي راه فنة فنة فنة. هادي جيت هي فودان فيها الطريز هادي في الجنب بحال هكا البنات، هانتوما حيت ديك كنزا نوريهم الطريز اللي في الجنيب. ها شفتوا كيفاش جايه البنات، جايه غزاله غزاله. وبالنسبه للحجر البنات فيها الحجر ديال المرجان اللي فريمون الكاليتي ديالو غزاله بزاف بزاف. شوفوا هاد الكولور كيفاش جايه مع الزيتي، جايه كتحمق، فيها طريزات هي في الجنيب هنا في الكميمات كتجي دايره. والحجر كما قلت لكم البنات الحجر جاي الحجر ديال المرجان، وكتجي قصيره بحال هكا، تقدري تخرجي بها الخدمه، تقدري تخرجي بها هكا خريجه خفيفه. وبالنسبه للتنبات ديال الحجر راه مصيب باليد البنات، ماشي بالماكينه باش يطير لكم ولا شي حاجه، دونك واخا نديرو في الماكينه ما تخافوش عليه. فريمون جايه فنه هذه في الزيتي، هي كتحمق. بالنسبه للبنات اللي بغيت نقول لكم، الناس اللي فاس نعاود نقول لكم فين جايين بالضبط. شارع الوفاء كتجي نيشان طريق صفرون، كتقير رون بوين
كتلقاي رون بوان دي طرق صفرون اللي فوق اسيما كتجي نيشان نيشان كتلقي فارماسي الوفاء اون فاس معها حنا ان شاء الله باذن الله كتلقاي جلبه الفاسيه اللي الثمن ديالها ريزونابل ما دايرها حتى شي واحد الكاليتي غزاله الحجر ديال المرجان فن الفصاله فنه توب البروميير كاليتي شي حاجه توب 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 بلاتي ندور لكم دويره كامله على المحل جاي صراحه زوين وعاد نقول لكم بالضبط حتى بالنسبه ماشي غير فاس عندنا حتى خارج فاس كما قلت لكم في الاول شنو كاين كما قلت لكم البنات بالنسبه للفوده اللي لبسنا قبيلات اللي بدات البنيته الاخرى في الزيتي هذه في البلو تقريبا نفسها ختها فيهم لي كولور كاملين الكولور اللي بغيتو وخليكم معنا باش تشوفوا الكولور الثانيه ديالي في الزرق فريمون طريزه اللي فيها داك الشيء غزال الكواليس ديما ديما ضروري خصنا نضحكوا شوف البنات كما قلت لكم بالنسبه لي طاي كاينين جميع لي طاي كاين الاس الال الام مهم من الاس حتى الدوبل اكس ال تلبسيها ضعيفه ورقيقه وكيجيو هكا قصارين لا في اليد ولا في الرجلين تلبسي تقدري تلبسيهم معاهم لي بوط ماشي بضروري تلبسي سباط ولا وكتلبسو حتى مع السبرديله فريمون كيجيو كيحمقوا وبالنسبه للحجر اللي قلت لكم البنات الحجر ديال الجاج المرجان اللي واخا ديريه في الماكينه ما تخافيش عليه ما يطيرش وما كيتقشرش فريمون كيجي غزال شوفوا غير لي كولور اللي فيه كيكونوا باينين ملي كيكون الحجر فريمون فري كيكون باين وبالنسبه لهنايا فيها هاد الطريزه هذه في الجنيب هكا في الكميمات وفيها هاد الشوشه حتى هي جايه هنايا كما جايه في هاد الجنيب هذا هنايا لتحت هزي امل يدك هكا بغيت نوريهم هذه شفتوا الناس كيفاش كتجي فريمون كتجي زوينه كاينه طريزه في الكميمات وطريزه في الجنيب كتجي كتحمق وبالنسبه للطاي هذه راه تبارك الله اش معمره هاد الموديل هذا معمره فريمون جايه غزاله جايه نورمال فريمون بنات فنه 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 شوفوا الزرق جاي مع لي بوت في الكحل ودير له شال في الكحل فريمون كتجي زوينه وهاد البنات موديل اخر اللي هو بوكليت فريمون كيجي غزال فيه جميع لي كولور اي كولور طاحت لك البال تلقيها فيه فريمون كيجي فن 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 وتا هو فيه الحجر الحجر ديال المرجان كتجي كلاصه البنات هذه تقدري تخرجي تحطري بها حطي راه زوينه تحيدي لها غير داك لي بوط تاخدي لها واحد صبيبيط ولا لي بوط الشوكه كتجي فنه ودرناها انتريسي باش تدير فوق منها الشال هكا من الفوق باش كتجي تلبسيها هكا المراه اللي محترمه زعما اللي تقدر تحضر بها ولا تخدم شي عراضه فريمون كتجي فنه فنه وهاد البوكليت هذا البنات هاد التوب البوكليت كيجي زوين كيجي هماوي كيجي شي حاجه غزاله وهاد هاد الصفيفر اللي مايل الموطر مع اللون واغ كجا فن 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 شتو البنات جايه سامبل ما فيهاش حتى شي طرزه من غير داك الشويشات اللي جايين في الجنيبات في الكتيفات وصافي ممكن دوزي دوري تنزل كما قلت لكم البنات بالنسبه للرقيق راه ديال المرجان اللي فريمون شي حاجه كاليتي زوينه بزاف هانتوما شتو البنات كيفاش كيجي فريمون غزال 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 حتى الكولور صراحه زوينه وانا كيما قلت بالنسبه لي طاي فيهم جميع لي طاي من الاس حتى الدوبل اكس ال اثمنه ريزونابل ابتداء من 200 من 100 حتى 250 دونك شفنا هاد الكولور هذا نشوفو كولور اخرى ان شاء الله وانتم معنا